لماذا نحن نكاد نكون البلد العربي الوحيد اللي تخرج فيه المرأة بمواكب وملاحقات وإيذاء؟ لماذا وهي لا تقود السيارة؟ المعاكسات تقصد. المعاكسات والمشاكل اللي تتعرض لها بشكل يومي خصوصا في شوارع الرياض وبعض شوارع جدة والمنطقة الشرقية الكبرى. لماذا المرأة وهي لا تقود السيارة تتعرض لهذه المشاكل؟ ولماذا جارتها الكويتية والبحرينية والإماراتية تقود السيارة ولا تحصل لها هذه المشاكل؟